عندنا آية الكرسي. آية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله كما مر معنا في الحديث، حديث أبي رضي الله عنه. أي آية في كتاب الله أعظم؟ القرآن يتعاظم من حيث المعنى والتأثير، لأن بعض الآيات تؤثر عليك غير ما يؤثر البعض الآخر، لكن القائل واحد سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله. آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، أولا هذه السورة، أريد جواب سريع، كم فيها من أسماء الله؟ كم؟ لا ما أريدك تقرأ. إذا معنى هذا نحن ما نستحضر. فيها خمسة: الله والرحمن والرحيم، صح، والعلي والعظيم. لا، الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. نعم، خمسة أسماء. طيب، قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الله ثمرت. متى تقرأ هذه السورة؟ متى تقرأ؟ أدبار الصلوات المفروضة، عند النوم. ما الفائدة؟ ما الفائدة من قراءة هذه الآية عند النوم؟ من قرأها في ليلة، قرأها وحده في ليلة، لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ومن قرأ دبر كل الصلوات لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. آية واحدة، شوف كم لها من الفضل. طيب، قلنا متى تقرأ وفضل هذه السورة وسبب التسمية. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله، قلنا المألوه المعبود محبة وتعظيم، الله لا إله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. تخلية قبل التحلية، نفي وإثبات، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تقوم شهادة أن لا إله إلا الله على ركنين، نفي وإثبات. هذه هي حقيقة التوحيد. لو سألك أي سائل ما حقيقة التوحيد، تقول الجمع بين النفي والإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله. تقول زيد قائم، أثبتت القيام لزيد، لكن يمكن أن يكون مع زيد مشارك في المسجد قائم، صح؟ لكن لو قلت لا قائما إلا زيد، أثبتت القيام لزيد ونفيت أن يكون معه مشارك، إذن أفردت زيد بماذا؟ بالقيام. ولهذا عندما نقول التوحيد هو إفراد الله، إذن حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. الله لا إله، نفي جميع ما عبد من دون الله، أكفر بجميع ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله والله عبادة باطل. الله لا إله إلا هو، إثبات إلا الله، تخلية قبل التحلية. الله لا إله إلا هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء. وهذا فيك الكمال الذاتي. القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به، مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، هذا فيه الكمال السلطاني. وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن. الحي حسن وكمال ذاتي، والقيوم حسن وكمال سلطاني. وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن. ويقال أن اسم الله الأعظم الحي مع القيوم، وتكرر في القرآن في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع: في آية الكرسي هنا، وفي أول سورة آل عمران، وفي سورة طه. وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كمال ذاتي وكمال سلطاني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة، السنة النعاس مقدمات النوم. النوم نوم، هناك عندنا أشياء لا يمكن أن تعرف إلا بلفظها، وهذا مريح لطلاب العلم. ما هو النوم؟ يقول نوم،
ما هو الغضب؟ يقول غضب. ما هو الحب؟ حب. لا أستطيع أن أفسر لك هذه الكلمة إلا بلفظها. أفضل شيء لو تتعب في الغضب ما تجد أحسن من قولك غضب، والحب حب، والبغض بغض، والنوم نوم، ومريح هذا لطلاب العلم، ارتاح من بعض التعريف. طيب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. طريقة أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، في الصفات المنفية عن الله، ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ننفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال، النفي المحض ليس بكمال. وطريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، يعني طريقة القرآن الصفات الثبوتية قليل كثيرة، والصفات المنفية قليلة، لأن المدح والكمال ما يكون إلا بهذا. ما يمكن تأتي لحاكم للسلطان وتقول أنت لست بزبال ولا خائن ولا غشاش ولا كذاب، ممكن يقتلك، صح؟ تفصل له في الصفات الثبوتية، ولله المثل الأعلى، والقرآن كان على هذا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مفهوم؟ إذن الصفات المنفية قليلة مقابل الصفات الثبوتية. طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. نقول نفى الله عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، سيأتي معنا في سورة الإخلاص، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الوالد والولد لكمال غناه، كمال أحديته وصمديته. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله وقوته وقدرته وعزته. لابد في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، له تقديم ما من حقه التأخير. أصل الكلام ما في السماوات وما في الأرض لله، قدم دليل على الحصر، عموم ملك الله سبحانه وتعالى، ملك ومالك، قلنا في سورة الفاتحة، له لا لغيره، له ما في السماوات، كل ما في السماوات وما في الأرض، ملك لمن؟ لله، عموم ملك الله، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أولا، هذه الآية فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وفيها أن ملك الله ملك كامل، وملك ملوك الدنيا ملك ناقص. لماذا؟ لأن ملوك الدنيا قد يدخل عندهم من يشفع في أناس وهو لا يريد هذه الشفاعة، هذا الملك، صح؟ وهو لا يعلم الغيب، فما يتبين له إلا بعد أن يدخل هذا ويشفع ثم يرد الشفاعة، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى له ملك كامل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إثبات الشفاعة أن حق لله، وإثبات أن لا أحد يستطيع أن يشفع حتى يأتي الإذن من الله، والله سبحانه وتعالى لا يأذن لهذه الأصنام أن تشفع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة حتى يأتي الإذن من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. الشفاعة يقسم العلماء رحمه الله تعالى الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: مثبتة ومنفية. المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق تصح بشروط أربعة: أن حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. الشفاعة المثبتة أثبتها الله لنفسه، تطلب من الله لا من غيره، تطلب من الله بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، جمعت في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، عامة لكل موحد، للنبي صلى الله عليه وسلم، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، للملائكة عليهم السلام، للصالحين، لكل موحد، حتى الأفراط الأطفال يشفعون. الشفاعة الخاصة
ثلاثة أقسام: الشفاعة العظمى في أهل الموقف، الشفاعة في عمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، الشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن أول من يستفتح لدخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح له، وأول من يدخل من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني أكون منهم. الشفاعة العامة لكل موحد، الشفاعة في رفع الدرجات، الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين أن لا يدخلها، الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. شرع الله الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يبتقي بذلك وجه الله. من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم عموم علم الله، يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي، عموم علم الله. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في غيب علم الغيب عنده. إنكار هذا العلم كفر، وادعاء هذا العلم كفر. نثبت علم الغيب لله، وادعاء علم الغيب كفر. إذن لابد أن نثبت هذا العلم لله، وادعاء هذا العلم كفر أكبر. نعم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما علمنا الله سبحانه وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عموم علم الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، وهذه المخلوقات تدل على وجود الخالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. الكرسي فسر ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، وقلنا هذه المخلوقات عظيمة تدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. هذا هو الشاهد في ماذا؟ في أن من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا أقرب الشيطان حتى يصبح. هذا الشاهد في الآية، ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده صفة منفية، أي أن هذا الأمر ليس بعظيم على الله، لا يثقله لكمال قدرته وقوته وعزته. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي، علو في الذات، علو في الصفات. أهل السنة والجماعة أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يثبتون لله علو في الذات وعلو في الصفات. العلو في الذات، الأدلة الإجمالية عليه خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب، تنوعت أدلة الكتاب بإثبات العلو، تارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه. السنة القولية الفعلية التقريرية، بل السنة المتواترة جاءت لإثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. الإجماع، أجمعت الأمة، من خالف الإجماع كفر. الفطرة، كان أحد الأساتذة يتكلم بكلام يريد ينفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى، فقال له أحد الطلاب، قال: أخبرنا يا أستاذ عما نجد. ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو. الآن الفقير يدق عليك زجاج السيارة، قل أعطيني، من دون كلام هكذا، إيش تقول له؟ ما تكلمه، تصنع كذا، صح؟ تقول: لا إله إلا الله. عندما تسجد تقول: سبحان ربي الأعلى، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يخافون ربهم من فوقهم، ربنا الله الذي في السماء. زينب رضي الله عنها تقول: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. علو العقل
والفطرة. يستحيل يأتي عاقل إلا ويثبت لله كل صفة كمال ومنه العلو. بل بعض علماء أهل السنة يركز على هذه الصفة، صفة العلو. لماذا؟ لأنه بإثبات صفة العلو لله تثبت لله سبحانه علو في الذات وعلو في الصفات، معنى هذا تثبت كل الأسماء والصفات. ولهذا أفرد بعض العلماء بعض المؤلفات في العلو كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى، علو في الذات علو في الصفات، وهو العلي العظيم ذو العظمة التي ليس فوقها عظمة.